مساكم الله بالخير والكرامة، يسألوني مجموعة من الربع حول المشروع بقانون المقدم بشأن فرض غرامة مالية مقدارها 20,000 دينار على من ينتقد أحد أعضاء مجلس الأمة. لا شك بأن هذا الاقتراح أو هذا المشروع، طبعا اليوم ما في فرق بين الاقتراح والمشروع بحسبان أن كلاهما يذهبان للجنة المختصة مع الأسف الشديد. المهم أن يعني هذا المشروع لا شك بأنه يخالف الدستور مخالفة صريحة، حيث أنه يعتدي على ما يسمى بحرية أساسية من الحريات المنصوص عليها في الدستور، وهي حرية التعبير لا سيما في الرقابة الشعبية. فالمواطنين الناخبين والشعب عموما الكويتي لديهم ما يسمى بالرقابة الشعبية، أي الرقابة على أعمال عضو مجلس الأمة، بل هو يجب أن يراقب عضو مجلس الأمة الذي هو قد قام بانتخابه وجعله يمثل الأمة، ومن ثم فإن حرمانه من النقد ووضع عقوبة عليه يخالف صراحة إذن الحق في التعبير عن الرأي وفي الرقابة الشعبية. والمحاكم الكويتية في الحقيقة جبلت بأحكام مطردة بالقول صراحة بأن من حق المواطنين أن ينتقدون أعضاء مجلس الأمة ولو كانت بعبارات غليظة شديدة، بحسبان أن عضو مجلس الأمة هو يمثل الأمة، هو الذي يعبر عن إرادتها، ومن ثم رقابة الشعبية رقابة إيجابية، رقابة تحسن من أدائه. وهكذا في الحقيقة خلنا نقول مشاريع بقوانين مصيرها في الحقيقة هو زيادة في كبت الحقوق والحريات. إذا كان الدستور الكويتي منع على نفسه تنقيحه إلا لمزيد من الحقوق والحريات العامة، فكيف يمكن للمشرع في الحقيقة أن يضيق من الحقوق والحريات العامة؟ فإذا قياسا من باب أولى لا يمكن تضييق الحقوق والحريات العامة الموجودة أصلا، وهذا يعتبر نوع من أنواع التضييق يعني والاعتداء بشكل مباشر على الحقوق الأساسية في يعني في التعبير عن الرأي، على الحقوق والحريات الأساسية.